بير فتيحة فلاحة في توجطات إقليم الحاجب. ما ساهلش بالنسبة للمرأة أنها تفلح وأنها تدير البصلة وبطاطا. بالنسبة للرجال كتجيهم واحد الحساسية من أن المرأة وداك الشيء ما كيبغيوش يتعاملوا معايا مزيان، ولكن الحمد لله دابا أنا 14 عام دابا وأنا كندير الفلاحة، والرجال دابا ولفوني ما تيعيطوش ليا فتيحة، كيقولوا لي السي فتيحة. الدومين هذا صعيب بالنسبه للمراه، ولكن لا حتى حاجه ما صعيبه الحمد لله في الدنيا. خص تكون غير تكون الثقه في النفس، ويكون بنادم عنده واحد الطموح، لان اي حاجه سهله. الخبز الا ما كليتي ما دغتيش راه ما غاديش يتسرط لك. داك الشيء باش الفلاحه الحمد لله عجباني بزاف ومشيت فيها بعيد، اللهم لك الحمد، ولكن لقيت الناس اللي وقفوا معايا فلاحه كبار، لان انا غير فلاحه صغيره. وكان الحمد لله راسي صغير كنتصنط، واخا بنادم تيدور فيا كنتصنط ليه، وما تنديرش ديك عزه النفس، لان الدومين ما خصوش داك الشيء، خصو بنادم يكون صبار. وراك حنا معروفين المراه بان كتصبر في دارها وفي برا وفي كل شيء. والحمد لله كنجي الصباح لهنا البتيت فيرم ديالنا هنايا، كندير مارش الموتور، كنسقي راسي، كنعطي المهم كنقول للخدامه ديالي شنو يديروا، ولكن كلشي كنديرو بيديا. الحاجه اللي ما وقفتش عليها انا ما كنديرهاش، ماشي ما كنثقش في الخدام، ولكن ضروري خصني ندير انا بحال الدواء. ما يمكنليش نعطي الخدام الدواء يديروا لراسو، خصني ضروري نكون انا. والحمد لله اللهم لك الحمد انا بخير. وكان حاجه وحده اللي نبغي نقول للمراه انها تناضل، الا بغات دير شي حاجه خصها تصبر، لان انا ما جيتش وصلت لهنايا ضربت التماره غير الطريق اللي كنت كنضرب كيلومترات باش كنوصل للبلاصه فين كنخدم. والحمد لله لقيت صعوبات بزاف مع البيع الشرايه، ولكن ما كنتنازلش. واحد المره ديت كان عندي المنتوج هنايا وما كيعطيونيش الثمن، ودخلت للمارشي ديال لاكريي، لقيت راسي انا بوحدي وسط دوك الرجال، بوحدي امراه، وما كاين ما عادي فرطت راسي وسولت على الاثمنه وضربت على راسي تما في الثمن. كيعيطوا لي السي فتحي، لان فعلا انا دايره بحال الراجل. دابا كنخدم خدمه ديال الرجال، كان نسوق الترا، كندير مارش الموتور، كنوقف على صحاب البوطات، كنبدل البوطه انا اللي كنبدلها ملي ما كيكونش الخدام، لان الخدام مره كيكون مريض مره ما يمكنش لك توقفي الخدمه ديالك الا ما كاينش، انا اللي كندير هذه المسائل كلها. هذيك ضروريه كيستغلوني كمراه، كيدخل عندي بيع شراي كيعطيني واحد الثمن ما كاينش في السوق كاع، ولكن الحمد لله عندي كنسول
كندخل لي مارشي كنشوف الاثمنه شنو دايره، وملي كيجيو عندي ما كنتنازلش وكنقول الثمن اللي غيخرجني انا، لان انا اللي ضربت التماره وانا اللي صيرت. والفلاحه ما ساهلاش، يكذب عليك الكاذب يقول لك الفلاحه سهله. وكنطلب من المسؤولين ان يتعاونوا معنا في هذا الميدان ديال الفلاحه، لان دومين زوين، وبالنسبه لبلادنا الا ما كانتش الفلاحه راه ما كاين والو. بمناسبه لوي مارس، النصيحه اللي غنعطي للمراه انها تفرض الوجود ديالها، وانها الحمد لله دابا كاينين بزاف ديال المشاريع تحطوا حتى هي تقلب على مشروع ديرو باش تثبت الكفاءه ديالها وتثبت الوجود ديالها. لان المراه ماشي غير في البيت، ايه المراه كاينه في البيت وتقابل الوليدات تقابل، ولكن ماشي مشكل انها تخرج للميدان ديال 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 المشاريع، ماشي مشكل، هانيه حتى هي تفرض الوجود ديالها وحتى هي تكون عندها قيمه وسط المجتمع. والحمد لله هذه هي النصيحه اللي كنقول للمراه، انها تثبت الوجود ديالها كمراه. وبالنسبه للمراه القرويه حتى هي تفرض الوجود ديالها، دير حتى هي مشروع، دير حتى هي بزاف ديال الحوايج باش تثبت الوجود ديالها، ما تسناش ديما الراجل خصو يعطيها.